what the head of the UN calls hell on earth. Ghouta, Syria, a rebel-held district just outside Damascus where life and death have lost meaning. The area has been besieged and pummeled for years, but since Sunday night, it's been a state-sponsored campaign of mass slaughter. Over 400 have been killed just this week. Almost a quarter of them are children. I found my son injured by pieces of glass and wood. He's my only child. Three-month-old Ibrahim suffered shrapnel wounds from the blast. Well, but in Ghouta, there are no happy endings. أشكر الأخوة في منظمة من نيشن لتقديمها وإجبار طحين إخوتنا المدنيين داخل أحياء الغوطة الشرقية. جزاكم الله عنا كل خير. الله يجزيكم الخير يا رب، يطول بعمركم على مساعدة فعل الخير اللي عم تعملوه. وصلنا هلا سبعة أيام لا براميلكم ولا هديت ولا صواريخ ولا هاويل وأكل ما في، والعالم كلها بالملاجئ وكلها نسوان وكلها عيون. الله يجزيكم خير ويطول بعمركم. الله يخلي الله يخلي الخير. نشكر اخوه في منظمه ون نيشن لتقديمها لطحين المدينة داخل احياء الغوطه الشرقيه. السلام عليكم خالي. عليك السلام ورحمه الله. شو بتحبي توجهي له لاختي؟ اخي نحن وضعنا عنا اطفال يعني صار له اربع خمس ايام بلا اكل، يعني شو نساوي؟ يعني لا في مصاري لا في، ونحن تحت القصف كلياتنا بالملاجئ، شو نساوي بحالنا يعني؟ ما في معين غير رب العالمين، لو بس تساعدونا شوي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بتحبوا تطلبوا شيء لاخوتنا المدنيين بالغوطه الشرقيه؟ يعني هالمنظمه اخوتنا المدنيين كلياتنا وضعنا سيء، كلياتنا بالملاجئ كلياتنا تعبانين وحالنا سوا يعني. نشكر الاخوه في منظمه من نيشن لتقديمها طحين اخوتنا المدنيين داخل احياء الغوطه الشرقيه. السلام عليكم خالتي. خالتي شو بتحبي توجهي لهم لاخوتنا بالمنظمات عن الوضع هون بالغوطه الشرقيه؟ شو صاير فينا يعني؟ بدنا ناكل ونشرب ما بدنا شيء، وهالدنيا يعني تتعدى الحاله هي. شو صاير هلا هون عندكم بالحاره؟ كله قصف ودمار. كله قصف هون ايه ودمار. ان شاء الله بتاكليها بالهنا يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاخوه في منظمه ون نيشن، جزاكم الله عنا كل خير. رحمتنا من جوعنا، والله يجزيكم الخير يا رب، يعني يعطينا يعني الاكل، والله يجزيهم الخير يا رب. بتحبي توجهي شيء اختي عن معاناه اهل الغوطه هون؟ اذا بيبعثوا لنا هم كثر خيرهم يا رب، تفضلوا عياتنا. رحيم. نشكر الاخوه في منظمه ون نيشن لتقديمهم طحين لاخوتنا المدنيين داخل احياء الغوطه الشرقيه، جزاكم الله عنا كل خير. والله نحن الغوطه كثير هون سيئه وما بيعلى فينا غير الله. الناس الضعفاء المستضعفين متى من جوانا والعالم كله هون في معاناه ما بيعلمها غير رب العالمين، نسال الله ان يتفرج على الجميع. الله بجهنا بهيك بالعالم على الجميع.